العاشر من محرم قرر الإمام الحسين عليه السلام أن يوصي آخر الوصايا للسيدة زينب سلام الله عليها، فدخل خيمة أخته زينب فقالها: قعدي يا زينب يا بنت أمه هواي، خويا خل أوصيك وأحكي لك تعاي، قعدي قعدي يا زينب يا بنت أم وهواي، خويا خل أوصيك وأحكي لك تعاي، انت عتل اوج بش ما صايحوك وشوف ورك خيولهم بخرز قفاي، خويا حز المنحر يقطع النياط، زينب خويا حز المنحر يقطع النياط وما اريد عينك تصد الدماي، دير بالك من رقية ولا تشوف الشمر قابض شيبته واقف وراي، وسكنة خل تعرف حلمها اصبح رماد، يطيح يم المشرع الشاي اللواي، خويا لو موت الخيم تغزيها نار، عبيك انا بروح الحسن سر مستحاي، زينب مكلفك تسكتي للزغار وثاني مره صبرقي وروح هاي، بداعة العباس حلفك وتشوفوف، زينب بداعة العباس حلفك وتشوفوف، تجمع اخوي اطفالي لو حل داي، زينب بداعة العباس حلفك وتشوفوفه، تجمع اخوي اطفالي لو يوصل نداي، راح اصيح عن صوت يا جد الرسول، يا جد الرسول من ذبح عطشان من الدنيا جاي، خويا ساعة طيح تتريد لها حيل، خويا ساعة طيح تتريد لها حيل، الضغبر الدنيا بزعل وتهب عياي، شد حيلك عالمحن يا بت ابوي، شد حيلك عالمحن يا بت ابوي، محاكي الله يساعدك توني بدعاي، وراح اوصيك زينب، راح اوصيك بامر سمعيني زين، وين ما ظل الرضيع يظل معاي، قمط عبد الله الطفل وبدمه كون ما لحيل فراقه محتاج الرباي، عالهزل حسب الولد ويا البنات، وموش تنسين العليل الكله داي، ولو دخلت بمجلس ابن الكله عيب، ولو دخلت بمجلس ابن الكله عيب، هيج قلي لاستمع لي انا راي، مو أسير الهاشمي أنت الأسير، وزحمة قيسا مستواكم مستواي، أنا بتحيدر على النتش الأبوك وما أجيب شهود تشهد كلها هاي، أنا أخت المارك عيم الفرات وما شرب لجل الأخو من عند ماي، أنا أخت المارك عيم الفرات وما شرب لجل الأخو من عند ماي، خويا ما والصبر قيب روح أخوك زينب، خويا ما والصبر قيب روح ابوك، بنيتي نجمه وكانت تضوى بسماي، في امان الله في امان الله زينب عن قريب، هناك يم الله انتشاوف يا هواي، هناك يم الله انتشاوف يا هواي.